التاريخ صنع لنا عقائد وصنع خصومات. سلطات التاريخ القديمة هي فرقت وكانت تعمد إلى التفريق، كما كان يسأل بعضهم، يسأل ابن عباس: أنت على ملة عثمان أم على ملة علي؟ يعني أصبح هناك ملل، فكان يقول: لا على ملة علي ولا ملة عثمان، أنا على ملة رسول الله. طبعا معاوية كان يسأله. فالمقصود هنا أنه هذا التفريق السياسي والكبت والظلم ماذا سينتج؟ تراثنا هذا الموجود لو أعطيناه في ظني إلى مركز أبحاث غربي، السنة بالإباضية بالشيعة كلها، لو أعطيناه إلى مركز أبحاث غربي متخصص في التاريخ والتحقق من الخبر، لأخرجنا الصحيح والضعيف والمواقف المتشنجة والمواقف المعتدلة أفضل مما نفعل نحن من خلال دراسة المتن والرواية والمواقف. وهم حتى المستشرقون فعلوا مثل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي، فعلى أفضل مما يفعله كثير من امتلاك الأسس العلمية في احترام الآخر في وجهة نظره. بمعنى أبو حنيفة له رأي في ثبوت الحديث، يجب أن أحترم وجهة نظره. إذا هناك معتزلي له وجهة نظر في خلق القرآن، احترم نظره. حتى الذي يقول الخلق وعدم الخلق، هذا رأيه، هذا لا يؤثر.